جمعتنا الصدفة وصرنا رفقة على طول بقينا والقلب سهرنا ونا ما رح يمشي الحال. مرحبا لبنى، اجيتي بوقتك حبيبتي. خير؟ قالت داموزيل عم تقلي انه اشتراكي بالنادي خلص وما بدخلني الا اذا دفعت بالاول. تصوري يا حبيبتي، انا مالي علاقة، بس صدقيني هاي تعليمات مدام دينا صاحبة الجيم. عم قلك نسياني جزداني بالبيت، شو ما بتفهمي يعني؟ بعدين ما عم تقولي صلي اسبوع؟ يا ستي خليهم اسبوع ويوم، شو بيصير يعني؟ بتنخرب ميزانيته لهالنادي. خلص سوسو، مشاني مرقيه هالمره. يا ريت، بس صدقيني ما رح يمشي الحال. خلاص لبنى حبيبتي، ادفعيهم انت والدرس الجاي بحاسبك، مو مشان شي، مشان ما كون طلعت من بيتي لهون مشوار على الفاضي. تقبريني انت. ايه ولو، مو تكرم عينك براسي. لك شبنا ام السوس، معقوله هلا وقفتي عند الدقره؟ لك خليها تفوت. ما بيمشي الحال. طيب ماشي. وهيك صار بيمشي الحال. بيمشي كتير منيح. ميرسي. باي.
ناقص غير تقوم تقعد بحضنا شوي تاني. كان لازم اطلع من المطعم لحالي، هلأ بفكرني اني تضايقت ومشيت بسببه. لا لا لا، مو معقول يفكر هيك. هذا اذا كان انتبه اني مشيت من اصله. بعدين يفكر شو ما يفكر، انا شو بدي فيه؟ طيب وانا ليش مشيت؟ معقول كون عن جد تضايقت لانه شفتهم سوا؟ بس أنا بعرف إنه عن رفيقة من الأول، ليش لحتى أتضايق يعني؟ ليش قاعدة لحالك؟ كنت عم بقرأ رواية بوليسية، بس واو بتجنن شغلة كتير حلوة. إيه يلي آخذ عقلك يدهنا. شو قصدك يعني؟ رجعنا نلمح نفس القصة؟ حبيبتي فيك تكذبي علي قد ما بدك، بس المهم ما تكوني عم تكذبي على حالك. لكن انبسطت من دوني. اه لا بس انت هيك عم بتقول. وقال ليش عم تغير حكيك؟ لا ما زعلت، ليش لا ازعل؟ وانا كمان اليوم انبسطت كثير 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 من دونك. ميدو حبابه عريني موبايلك لديما. مين ديما؟ هي البنت اللي حكيت لكم عليها، اللي دينت مصاري واختفت ما عاد شفتها. استعيري من سميحه، انا ساره عم بحسب مكالماتي على الليره بعد هديك الفاتوره. بالله شو؟ سمعونا شوي انت وياها. ايه حبيبي. حبيبتي سميحه عم تحكي عن موبايلي، بعدين ست تحت خانم ما بتخسري شيء اذا بعمل مكالمه من موبايلك، لانه بالاصل المخلوقه ما نعم ترد. عن جد؟ ايه وبركي رديت، ليش لحتى غامر؟ طيب ماشي ماشي اوكي باي. شو خير ان شاء الله؟ ليش سكتوا هلا؟ بس بيحلالكم تحكوا بس لما تشوفوني عم بحكي انا ووائل؟ ما بعرف هنن هالكم تليفون اللي بيحكي معي فيهم. الكون شغلة على فكرة، أحسن وحدة بكل هالبيت هي سميحة، وبتعرفي ليش؟ مع أنه هي هبلة ومستهترة، بس هي أكتر وحدة فيكن قلبة طيب وأبسط وحدة فيكن. شو رأيك بقى؟ برافو لبونة. يو أنت جيتي؟ أستيني شوفي صرنا كلياتنا ما منسوى لأنه مرضي تعير موبايلي لست لبنى مشان تحكي منه. إيه لا حبيبتي، مو لأنه مرضيتي تعيريني موبايلي لست لبنى، مو مشان هيك. لكن مشان شو؟ طلعي طلعي علي بقلبك يا مكيودة. حبيبتي سميحة أحسن وحدة فيكم لأنه الوحيدة اللي بتهتم من جوات قلبها ما بتدود. خلص لبونة خلص حبيبتي لا تزعلي، بكرة ماما بتبعت لي مصاري وبعطيكي 2000 ليرة وبلا ما تخديهم من هاي رفيقتك. لك ليه كنت تانية كمان الجدبة؟ هلأ بعد كل هالحكي فهمتي إنه أنا بس بدي مصاري العمى؟ طب خلص خلص خير أحكي تليفون. لا ما عاد بدي أحكي بطيخ مبسمر. ها شبهها والله ما فهمت شو بدها، لشان شو حكيت؟ حبيبتي ما حدا بيقدر يفهم على عقلها لأنه طائق. ميدو؟ أنا بدي أعترف لك بشغلة. الليلي أنا كتير اتضايقت لما شفت وسام قاعد مع رفيقته. فكرتك رح تقولي لي شغلة ما بعرفها. شو أعمل؟ بشو؟ لك شو بشو؟ عم بقدر ما أفكر فيه. ما بعرف شو صاير لي. حاسة حالي هيك مو أنا، مو ليلى اللي بعرفها. حبيبتي الإنسان بيقدر يتحكم بكل شيء إلا بمشاعره. مشاعره هي اللي عم تتحكم فيه. لا يا ستي مو صحيح.
الشخص اللي عنده بالفعل إرادة قوية قدران يسيطر على مشاعره. إيه لكن ليش عم تسأليني؟ فرجيني قديش عندك إرادة قوية لكن. ماشي رح ورجيكي. ألو؟ مرحبا أستاذ وسام، أنا فيني شوفك شوي صغيرة؟ أوكي شكرا شكرا باي. ليش ظبطت حالي؟ أنا بدي عايدة وأقدم له هدية وبس، يعني من باب الذوق والمجاملة، لأنه مو حلوة تنشو وأنا بعرف إنه مبارح كان عيد ميلاده. كان ليش شو هالحركات البلا طعمي؟ لك شبك ليلى؟ متمشيش معايا السكاتي انا ممكن اجرحك وانسي. كيفك نور؟ اهلين. شو طمني شفتيها؟ لا طبعا بس عرفت وين ساكنه. كيف يا ستي؟ سالت وحده من الصبايا قام طلعوا بيعرفوها وقالوا لي انه ساكنه بساحه القصور. ايه برافو، شو بدك تعملي؟ شو بدي اعمل يعني؟ بدي انزل دور عليها بساحه القصور، بلكي عسى وعلا بلاقيها. ايه وانا بروح معك. قولي والله؟ والله. لكن فايته بدل ثيابي. يلا وانا كمان بدي بدل ثيابي بسرعه. الا لا ما تمشيش معي سكاتي. ايه يا استاذ وائل ماشي. كل سنة وانت سالم استاذ وسام. يسلموا ايديكي، عن جد ما كان في داعي تعذبي حالك وتجيبي لي هدية. انا بكفيني انك اهتميتي بالموضوع وانتبهتي له. ولو انتبهت على شو؟ بتعرف شو؟ امبارح ما انتبهت لك غير لما عملت لي هاي من بعيد. يا الله. بدي احكي لك على شغلة من شان رفيقتك اللي كانت امبارح. هلا الموضوع ما بخصني بعرف، بس كأنه كانت كتير عم تعمل حركات قدام العالم لدرجة انه كل الناس اللي بالمطعم اشتلقوا مو بس انا. مو معقول كتير يعني. مرحبا. لين عاجبتك شبه؟ ليش ما سلمت علي؟ لا لا ما في شي، يمكن تلبكت. هاي صرنا بساحة القصور. وين بالضبط؟ شو وين بالضبط؟ هاي صرنا بنص ساحة القصور. وين قالت لي؟ شو بعرفني، قالت لي بس بساحة القصور، بس ماني عارفة عن المنطقة كبيرة كل هالقد. لبنى هاي ساحة القصور بس، المنطقة أكبر من هيك بكتير. لا تقولي ما بتعرفيها. لك منين بدي أعرفها؟ بحياتي ما أجيت لهون. هلا قولي لي شلون بنلاقيها؟ شو الحل؟ شو بيعرفني شو الحل؟ تعالي فوت نشرب عصير قبل ما تيجي، تعالي بنلاقي حل بعدين. لك عصير شو؟ هلا من كل عقلك بدك تفوتي تشربي عصير؟ خلينا نروح ندور عليها المخلوقة. هلا ما بتلاقيها الا صارت هون. يلا امشي لشان ريقي، بدي اشرب عصير. تعي لك ايه رح تدعسينا. ما حدا بيدعسك، تعي انا بقطعك. يلا لك ايه لو اعمل الخاتم. يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك. الحمد لله انه جيتي. ليش شو صار؟ شو بحرفني، حاسه حالي خبصت بالحكي لقلت حاج. والله ما بعرف شو بدي اقول لك،
بس اذا ما قدرتي تتجاوزي مشاعرك تجاهه مشكله. طب قولي لي شو اعمل؟ انت لو كنتي محلي شو بتساوي؟ بحط صوره رفيقته قدامي لحتى ضل متذكره انه مرتبط. ليش مين قالك انا ماني متذكره؟ بس كل ما بيخطر على بالي قديش هو شاب ظريف وبيعاملني بطريقه كتير حلوه، قديش بيفهمني قول ضيعانه فيها. ليش ما منيحة؟ ما بعرف. لكن ليش هيك عم تحكي عنها؟ كمان ما بعرف. ايوه استاذ. اهلا. يلا اوكي ماشي باي. طالب يشوفني. بجوز هي الموظفة الفسادة قالت له انه انا عندك. يلا انا ماشي، خبريني شو بصير معي. باي. تفضلي ارتاحي. عم بسمعك. عفوا حضرتك طلبتني. ايه كنتي عم تحكي عن داليا كيف تصرفت خطأ بالمطعم. لا لا انا ما كان قصدي شيء. شو قصدك اشرحي لي. ولا شيء، ما كان قصدي شيء، يعني حسيتها بالغت شوي بس عادي، بحق لها تبالغ قد ما بدها. طيب هذا الموضوع خلصنا منه، هلأ ممكن تجاوبيني على سؤالي الثاني؟ اي تفضل. شو عندك اليوم المساء؟ يوم المساء ما عندي شيء. ليش شو في؟ عزمك على العشاء اليوم. ورفيقتك؟ ليش مين قالك ان رفيقتي؟ شو لكان؟ يا ستي داليا خطيبتي ورفيقتي، وهي اللي اقترحت اليوم نطلع نتعشى سوا. بعرف اكيد لفت لك نظرك اني ما بلبس محبس، بس ايدي بتتحسس من المحبس. يعني بدنا نطلع نتعشى اليوم انا وانت وداليا خطيبتك؟ اي طبعا، لكن بدنا نطلع لحالنا. والله داليا اذا بتسمع الفكره سمع لحتى تعلق مشنقتي. وأنا كمان. انتي شو؟ خطيبي كمان بيعلق مشنقتي كتير، بيدعي ما بتعرفه كيف، مو معقول شو حمش، يعني كتير بيغار علي بيغار. أنا ما كنت بعرف إنك مخطوبة. شو بالظاهر إيدك كمان بتتحسس من المحابس مثلي؟ إذا أنت جاي من ورا كفي 100 متر لقدام بتلاقينا. يلا باي. مسكي خلي هي معك، ما بتعرف شو بصير. هاتي أنا بخليها معك. إيه شو بك؟ إيه بدك تأخري بالرجعة البيت؟ ما بعرف، معزومين أنا ووائل عم نسقاطنا بالزبداني. ليش وائل؟ يلا باي صبايا. مع السلامة. مرحبا يا صبايا. أهلين. تمام عندك؟ حولوا معنا على الغداء. إن شاء الله مرة شغالين مشغولين. يلا باي باي. باي باي. باي باي. انبسطوا. مرحبا، كيفك؟ شو رح نعمل هلا؟
نرجع على البيت شو بدنا نعمل؟ شكله ما في فايده ندور عليها. شو بكي؟ شوفي شوفي شو لابسه. هي ديما؟ تعالي ديما. مرحبا. هي انتي؟ كيفك لبنى؟ الحمد لله. شو عم تساوي هون عنا بالحاره؟ عم دور عليكي. يا عليكي ما اخف دماتك، بلا شو عم تساوي عنا هون بالحاره؟ والله عم دور عليكي. كان جد رح عبطيني، قولي لي في شيء صاير شيء معك؟ لا 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 ترتعبي، ما انا محرزه. لك شلون مو محرزه وانت جاي لعندي على البيت؟ قولي لي حبيبتي بخدمك بعيوني. صدقيني ما في شيء، بس مو انت صار لك فتره ما نزلتي على النادي، قام انا انشغل بالي، قلت لحالي بجي بتطمن عليكي وعم حاول دق لك على الموبايل بس ما عم تردي علي. هلا مزبوط انا ما برد على ارقام غريبه. بس كثير ذوق منك ونايس حبيبتي انك تجي تطمني علي، اما النادي باي باي، ما بقدوسه بحياتي. ليش بقى؟ ما شفتي هالمعاملة اللي بيعملوها للزباين؟ والله عيب عليهم. على كل انطمني قلبك، سجلت بنادي بفلج، اشو جاب لجاب؟ طبعا ما بقصد المدربة ابدا، لانه انتي تقبري قلبي ما في منك، بس بقصد المعاملة اللي بيعملوها للزباين. يي بس بدي قلك بعدين لبنى حبيبي قلي. لا 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 ليش بعدين، خليت قلك هلا. لا كثير مستعجلة لانه عندي موعد بدي اعمل اظافيري. يلا باي باي. ليش ما قلتي لها؟ لك تعي لهون هلا، لا تعلي صوتك قدامها، استحيت الا شو بعمل يعني؟ استحيتي زرنا ساعتين واقفين بالشارع عشان تقولي لي استحيتي؟ لك وطي صوتك عن جد استحيت، قلت لحالي بترجع لي اياهم لحالها وقام طايلة صيت، هلا صرنا حاطين 500 ليرة فوق ال 2000. اي طبعا بدها تطايلة، وحدة معها هيك سيارة بتكون مدينة من 2000 وحدة غيرك لحتى جايبتها، بتعرفي انا امي ما بدينا. لك وطي صوتك خرب بيتك على هالصوت، منيح اللي نور مو طالعت لك، لأنه لو ما دينتنا المصاري كنا تبهدلنا حبيبتي أنا وياكي. اي على سيرة مصاري نور، امشي ناكل فرطت من الجوع روحي. تاكلي هم قلبي. خلاص شو بكي ليلى طولي بالك. كيف بدي طول بالي يعني؟ من شان الله ببوس ايدك، دبري لي اي حدا ولك اي حدا بالدنيا، ما بدي اطلع بالخجله قدامه. ايه ليش تقولي له انك مخطوبه من الاساس؟ شو بيعرفني؟ تلبكت فتت بالحيطان، تجاكرت منه، قام هيك طلعت الكلمه زلقت. بتعرفي؟ مالك غير وائل، بس بالاول لازم تتصلي بنور وتستأذني اذا بترضى تعيرك اياه. ايه والله برافو عليكي ميدو، برافو عليكي، بس رح استناها لتجي لانه مو حلوه هلا هيك على التليفون الا في مجال تعيريني خطيبك ما انا ظابطه. هلا بس تيجي رح اقول لها. معك حق، بس والله غريبه هالعزيمه، معقوله خطيبته بتحب تعزم كل الموظفات اللي بيشتغلوا عنده بالمجله؟ يا ستي ما بعرف ولا حتى بهمني اعرف، يلي بهمني هلا انه لاقي حدا على اساس يكون خطيبي قدامه لوسام. كيفكم؟ هاي تفضلوا. شو هدو؟ سندويشات، لحقوا كلهم قبل ما يبردوا قوام. إلا بتكونوا جوعانين لأن الست نور ما فضيت تطبخ اليوم. ليش وين نور؟ عزمها وائل على العشاء، قالوا بجوز تتأخر. يا الله، معناتها ما عاد فيني أطلب من وائل يروح معي؟ ليش وين بدك تروحي؟ على العشاء مع مديري بالشغل. إيه، إنتي فهميني القصة تماما شو هي؟ وأنا بدبر لك حدا يروح معي بدل وائل. ليش وائل يعني؟ الجدان تحكي سميحة؟ لكي سميحة بدي خلال ساعة تكوني مدبرتي لي حدا يروح معي على العشاء اليوم على أساس أنه هو خطيبي. يعني اليوم؟ لك إيه اليوم، اليوم بالليل هلأ بعد شوي. هلأ من ناحية واحد يقبل يكون خطيبك كثيرين بيتمنوا، بس المشكلة بالوقت. يلا يلا رح شوف لك شو بيصير معي وبخبرك. لكي بس لا تأخري. يا الله لك انا شلون حطيت حالي بهيك ورطه؟ لك والله والله ما في بالعاده كذاب. هلا من كل عقلك بدك تعتمدي عليها؟ ايه شو بدي ساوي؟ احسن من بلا. السلام عليكم. مرحبا سلام. مرحبا. تفضل تفضل.
اهلا وسهلا اخي ابي، فرصه سعيده جدا حصل الشرف. الشرف حصل لي انا، انا من زمان حابب اتعرف عليك بس ما اصير فرصه. قبل كل شيء بدي اشكرك يا استاذ وسام على معاملتك الكويسه لخطيبتي ليلى وعلى اهتمامك فيني. أبوش قد مبسوطة وكيف عندك بالشركة. إيه بالمجلة، طبعاً بالمجلة. والله بالعكس. إن فهماني كويسة، جمال وأخلاق ونفسية. حاجة حبيبي، حاجة حبيبي تدرسي. بحق لي اطلعي وفرطي تحت خروف مشان ما تصيب العين. هلا من بين كل العالم ما لقيتي غير قدري يروح معه؟ اي والله حرام عليكي. بالله يعني وين بدي لاقي لحدا بساعة يروح معه؟ اي ما في غير قدري بوشي. هلا المهم انه قدري افندي ما يعمل له شي فصل ناقص او يكشف حاله ويسود له وشه قدام الجماعة. انا لهلا ما فهمت، شو قصة ليلى مع هذا المدير تبعها؟ حبيبتي لا قصة ولا سيرة، المخلوقة حاببته للزلمة مبينة. يعني إذا حاببته ليش لتقول إنها مخطوبة؟ يا هبلة، لأن هو طلع كمان خاطب، فهمتي؟ أي لا ما فهمت، يعني إذا خاطب وعم تقولي بتحبه لازم تعمل جدل حتى تطفش خطيبته، مو بتعرف تعمل حالة مخطوبة بتقوم بتطفشه لإله. حبيبتي فرضيتك مظبوطة إذا كان الحكي عنك سميحة، بس نحن عم نحكي عن ليلى وأنت بتعرفي شو يعني ليلى. يعني ما عاد بدك تطالبيها بالمصاري؟ لا أيه، كيف ما بدي طالبها بالمصاري؟ ما أحلاني وتاركتها تاكل لي حقي. يعني ما رح تستحي بكرة؟ لا ما حاستحي، يخرب بيت قلبها، لك لازم هي اللي تستحي مني مو أنا. ايه برافو عليك، هيك بدي ياكي. شو أنتي ما بدك تنامي؟ لا أنا بدي استنى ليلى لحتى تجي، بدي أعرف شو صار معه. ايه هي ليلى، قومي تعي تعي شوف شو صار معه. للوسة ليلى وينها؟ يا ليلى سميحة حاجة تعيطي فوق راسي. ليلى شو تعي كلنا شو صار سميحة معي. ليش شبكي ليلى؟ رد علي شبك لك ما لهون. لك مين اجا؟ نور. آه يا الله ما عاد فيني اتحمل، انا بدي اقوم احكي معه.
اقعدي بلا غلاظة، اتركيها للمخلوقة بلا ما تكركبيها. الله يستر خطتك شو رح تعمل فيها للمخلوقة. اقعدي. منيح اللي مرقت القصة على خير، بس المهم هلأ لازم تشيليه من بالك نهائيا. يا الله يا ميديا، ما بقدر ما بقدر. اليوم كان عم بيدوب قلبي وأنا عم شوفه شلون عم يطلع فيه وعم يضحك له. ميديا أنا بورتها كبيرة، أنا حاببته لك. حب من طرف واحد ما بيجي من وراء غير القهر. طب شو أعمل؟ مو بإيدي، ما عم بقدر سيطر على حالي. ما بعرف شو بدك تساوي، بس معقولة تتركي حالك هيك عم تتعذبي وهو ولا حاسس فيكي؟ أكيد لا. أنا بكرة رح شوفه ورح أعترف له بكل شيء. لك مجنونة أنتي؟ يعني عن جد إذا بتقلي له هيك رح يحتقرك ويكرهك، وإذا قبل الفكرة أنتي لازم تكرهي حالك لأنه بتعرفي أنه مرتبط. يا حرام، شو ذنب خطيبته؟ وأنا شو ذنبي؟ فوتي لي لقعدي. خير؟ شوفي؟ استاذ وسام، انا لازم اعترف لك بشي. خير ليلى؟ شوفي احكي. أنا بدي أترك الشغل. أوف، ليش هيك؟ يعني في حدا ضايقك؟ في حدا زعجك؟ احكي لي. لا أبدا،
سعرسي قرب وخطيبي بده يعني يكون ست بيت ما اشتغل. إذا هيك شيء تاني يعني أنا أكيد لا بريد ولا بقدر وقف أبوش مستقبلك، ولو أني كنت بتمنى أنك تضلي معي. قصدي معنا هون بالمجلة. لأمتى بدنا نضل مستنيين؟ ولك حاجة تنقي بقى. شو حاجنا؟ فرطت من الجوع. خرب بيت قلبك، شو بضل عقلك ببطنك بس؟ سيارتها مصفوفة معناتها أكيد بالبيت إلا ما تنزل. شبه هلا أنا بضل عقلي ببطني؟ مو أنت طلعتيني بدون فطور من البيت؟ اف منك بقى. ديما ديما مرحبا. أهلين لبنى. مرحبا. ليش كترانين زياراتك لعنا على الحارة؟ أنا الصراحة جاي شوفك بس بتمنى ما تفهميني غلط. عن جد لا تفهمي غلط. خير لبنى حبيبتي في شيء؟ خير يصيبك حبيبتي. بتتذكري مرة وقت اللي اجيتي على النادي وما رضوا يفوتوكي لأنه ما كان معك مصاري تدفعي الاشتراك؟ اي وقت اجيتي لعنا شوي. الو؟ اي ريما يلا حبيبتي أنا جاية. يلا مسافة الطريق. يلا أوكي. يلا باي باي. بالإذن يا جماعة أنا عندي موعد تنظيف بشرة كتير ضروري. يلا مخاطركن. اي شو مخاطركن؟ رجعي 2000 ليرة لهالدرويشة. اي. قولي علي أماني ما تأخذيني لبنى كتير راح عن بالي. خلص المرة جاي برجع لك ياهن لأنه هلا ماني حاملي مصاري. بالله شو حبيبتي؟ شلون رايحة تعملي تنظيف بشرة وأنت ما معك مصاري؟ هاتي الشنطة لشوف. هاتي يا سكي. فتشي لشوف. هاتي وقفي هون. ما معك مصاري ما؟ يخرب بيتك شو صلبطجية خشن تاعتك. يلا روحي نفسي بشرتك. ليلى منيح لي لحقتك سيدي. ما قلت لك اي حدا بيترك الشغل عندنا بالمجله بياخذ اسمه سيفونير معه؟ جمعتنا الصدفة وصرنا جمعتنا وصرنا